sûr. Heureux de vous revoir, c'est l'ambassade du Maroc. هكذا كانت مراسيم استقبال البعثة المغربية هنا بمطار العاصمة برايا المنتخب الوطني الذي وصل متأخرا بما يقارب الساعة إلى مطار العاصمة برايا حضور مختلف اللاعبين وكان في استقبالهم رئيس اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم لنتابع طقوس التي ميزت وصول البعثة المغربية إلى مطار العاصمة برايا. استعدادات الأخرانية ديالكم في مدينة مراكش قبل المجيء إلى برايا؟ مزيان الحمد لله، إن شاء الله ندوزوا هذا الماتش على خير وبخير إن شاء الله. راكم موجودين؟ آه ضروري. 3 بوان إن شاء الله؟ إن شاء الله يكون خير. أسيدي بالتوفيق. كريم مهدي بنعطية، لو بخومي ديبلاسمون افيك إير فيرونا إيسي برايا. Bah voilà, on vient d'arriver, on a bien travaillé depuis le début de la semaine. On a tous envie de réaliser un grand match. On a la chance d'avoir un grand entraîneur qui sait comment gagner en Afrique. Donc voilà, on espère qu'on va réussir à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça fait plaisir aux supporters. Vous sentez que vous êtes prêt aujourd'hui pour amener les 3 points de Praia? Ouais, en tout cas, on a bien travaillé. Comme je dis, on a tous conscience que c'est un match vraiment capital pour nous. Voilà, il y a le président, on a la chance d'être vraiment bien accompagné. Tout le monde veut le meilleur pour l'équipe. Et je pense que les joueurs sont conscients que c'est un match vraiment important. Bon courage, Mehdi. Merci beaucoup. Merci. كيف داير الوصول ديالكم اليوم لعاصمة برايا؟ الحمد لله وصلنا مزيان وعلى خير الحمد لله. كيف داير التنقل المهم لأفراد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البرايا شنو غاية منه؟ نفوز إن شاء الله. مجدين لي زانغريديون كاملين إن شاء الله؟ وإن شاء الله الحمد لله اللعابة يعني في كامل اللياقة ديالهم باش إن شاء الله يديروا شي نتيجة مزيانة هنايا في برايا. فيعني التنقل كان يعني كبداية جديدة يعني المنتخب الوطني إن شاء الله في المنافسة الإفريقية لكل متجند يعني لا جميع اللاعبين لا الطاقم التقني الحمد لله كلشي متحمس باش تكون بداية إن شاء الله جديدة من هاد الأرض ديال كافير إن شاء الله. أون غروند فيكتوار إن شاء الله باسكو فريمون أون غروند كونفيونس افيك لو نوفو سيليكسيونور ماتنون. On pense vraiment à la victoire ou Inch'Allah tout va bien se passer. Dis-moi le Maghreb. On est très content de nos joueurs, de notre pays, de notre sélection. On espère de tout notre cœur qu'ils gagnent. Dis-moi le Maghreb. Dis-moi le Maghreb. Dis-moi le Maghreb. Dis-moi le Maghreb. وانطلقت أمس عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب الأسود أمام منتخب الرأس الأخضر